فكنا جنود السفاحين وأطلقوا رصاصات الغد وأطلق رصاص القناص الحي من الطائرات المروحية ومن أعلى كوبري 6 أكتوبر والبنايات المحيطة بالميدان ومسجد الفتح، فقتلوا ما يزيد على 200 وجرحوا الآلاف. وعندما قام المتظاهرون وزوج الشهداء وتكفين الشهداء وعلاج الجرحى تم محاصرة المسجد بقوة ثلاثية من الجيش والشرطة والبلطجية، واستمر حصار المسجد لما يزيد على 20 ساعة، يقتحمون بعد ذلك ويعتقلوا المئات ممن فيه من الرجال والنساء والشباب ويخرجوهم من المسجد كأسرى حرب. ثم كانت الجريمة الكبرى أول أمس بقتل المتحفظ عليهم في منطقة سجون أبو زعبل بعد تعذيبهم